السلام عليكم، هذا ميساج للشباب هذوما اللي تبعوا البالون، يعني هاد المشجعين هذوما. وانا وليت نخاف انه يعاود يصرى نفس الشيء يعني اللي صرا في عنابه، يعني باسكو علاش؟ على بال بلي هذا الشباب ماهوش واعي. لي جوار يدوا في الدراهم ولي سبورتير يديروا في الحسايف، هذه معروفه عندنا. باسكو علاش الوعي ما كاش؟ المهم الانسان يكون واعي انه انا كيفاش نروح انايا نشوف ماتش ونشوف انا الجوار يدي 500 مليون في الشهر، ولا نخرج نضارب مع خويا، قادر نضارب معاه ولا يضرب معايا ولا يضربني ولا نضربه ولا نكسر لي طروبيل ولا نكسر الطوموبيل، وهذاك الجوار يروح للوتيل يدوش يرقد كدا ينوض البورش تاعو يدور، والاخر يعاود يولي الحياه اليوميه يعني، ولا بالك صباح الصباح عند الطولي ولا صباح عند الميكانيسي ولا صباح في يجري في بيازا. يعني انا ماذا بيا تتوعاو وحنا رانا خابه؟ يعني اللي دارك تشوف روحك انك انت كتضارب مع سطايفي ولا سطايفي ضرب مع القسمطيني وتكسر ويكسر لك، انك درت انتصار؟ هذا ماهوش انتصار، ما انتصرتش هنا، انت ماكش تحارب. ماشي قال هذا عدو اجنبي راك تحارب فيه، انت كي تربحو قال راك ربحت، راك كسرت له لعبته راك ربحت، هذا خوك سبحان العظيم. احنا راك جزائريين وهذا بالون الرب العالمين، لازم تكون لازم توعاو بان هذه لعبه، ماشي يلزمش عليها كاع هذا الشيء هذايا. مين لازم نحاولو ندار مع صاحبي ونكسر له ونشد له حسيفه، ودوك يجي صايفي لبلادي نروت ونخلف له، ولا كي نروح من هي يخلف لي وتعيشوا هكذا انتوما يوم بوالو. حتى غير قال زعما هذه الشامبيون هذه قال لك تروح تشوف الفن، قال لك تروح قال تشوف الفن، ايه كود سيز والدنيا منا ما كاش كاع اللي يعرف هالشامبيون هذه غير انتم برك. علاش ما مش النرويجي شفنا نقول لك انا نشوف الشامبيون تاع الجزائر؟ ما كاش غير احنا، يعني المستوى ما كاش وزيد الاخلاق ما كاش. سالي تاع لي سبورتور لازم تكونوا واعيين سبحان العظيم. نعلو بليس وفيقوا يا ناس، فيقوا، هذا الجوار راهم يدوا في الدراهم. اذا انت حبيت تروح تشوف البالون روح شوف البالون، وهذا سطيفي ماهوش عدوك، والوهراني ماهوش عدوك، والقسمطيني ماهوش عدوك، والتزيري ماهوش عدوك. ما راناش عدية، رانا خاوة سبحان العظيم، رانا بلاد واحدة. كيفاه الرب العالمين بنوا في العداوة؟ يعني والله العظيم ما فهمت انا هذا الشيء. هذا الشباب هذا كيف راهو يخمم؟ ما فهمتش انايا، ونص الكبير يخمم كاع هكذاك. ما لا توعاو فيقوا يا ناس، هذا اخوك سطيفي جاي يلعب عندك في الجزائر هذا اخوك، وغدوه تزيري كيروح لسطيف هذا اخوك، وسطيفي كيروح للوهراني هذا اخوك، وكيروح للبشار هذا اخوك. رانا خواق سبعين عظيم، رانا كاع جزائريين. الانتصار ماهوش مع اخوك، الانتصار مع البراني. لو كان انت غدوه راك في حرب وتربح الحرب هذيك صحة، تنوض حرب مع اخوك، دير في العداوه مع اخوك. مالا فيقوا يا شباب، فيقوا. هذا الاخ سطيفي جا عندنا في الجزائر يشوف الماتش تاعو ويروح معزز مكرم، وانت غدوه كي تروح لسطيف تشوف الماتش معزز مكرم، وهذا كي يروح لوهران معزز مكرم. رانا خاوه والعواشير ورمضان وعاو وعاو. الجوار هذاك راهو كي يكمل الماتش يركب في الكار هذيك يدوه للوتيل يدوش ينوض البورش تاعو يروح يحوس، ودا تصبح عند الطولي ولا تصبح مفجر ولا تصبح عند الميكانيسيا ولا تصبح في السبيطار. مالا توعى، توعاوا الرب العالي، توعاوا، فيقوا يا رب فيقوا. ماكمش تشوفوا ولا ماكمش تشوفوا ولا هذه لعبه هذه. ما ديرش مع عيب مع اخوك، نعاود نوصيك ما ديرش العيب مع اخوك، ونطلب من الدوله انها تكثر الامن. دير الامن يا خويا ولا نحي لنا هذا البالون اللي درنا في المشاكل، نحيه. قال شوف الماتش في دارك، شوف الماتش في دارك، قال كل واحد يشوف ما كاش ولا يا شوف. اذا هذا نطلب من السلطات، الى هذا الشعب هذا ما حبش يتربى، هذا الشباب ما حبش يزقم روحه يشوف الماتش في دارو، يقعد في الدار ما كاش. الماتش يلعب وحده في السطاد، ما تجي حتى واحد. دوكا خيروا، يا تتزقموا يا الدوله تتدخل. أيا السلام عليكم.